لضيوفنا في الاستوديو لسترباسكي وعبد الملك احمد. عبد الملك، هل لك ان توضح لنا والساده المشاهدين عن نيتف دين؟ explain us for نعم us. اوكي تأسسنا تأسست الفرقة النيتف دين في سنة 2000 سنة 2000 الهدف هو أن يعني تشجيع الناس يعني لتكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أول الهدف. الهدف الثاني هو أن يعني لتعليم الناس عن الإسلام مسلم وغير مسلم. يعني كثير من الناس في أمريكا لا يعرف أي شيء عن دين الإسلام. فهذا يعني الأمل والهدف لتشجيع الناس أول وتعليم الناس مسلم وغير مسلمين عن دين الإسلام. نعم. طب مدى إقبال الناس، تقبل الناس لفرقة نيتف دين في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني أنت عم تحكي عن حوالي 11 سنة، 11 عاما. نعم 10. يعني مدة طويلة. إقبال الناس عام بعد عام على تقبل مثل هذه الفرق الإسلامية الأمريكية، خلينا نقول. نعم. They like it. نعم يا يا نعم. أن دائما يعني نقوم بالعرض العروض وحفلات. ها حفلات أمام المسلمين وأيضا أمام يعني بشكل عام للجميع. الجميع مثلا عندنا يعني حفلات أو يعني عروض أمام interfaith أديان مختلف مختلف أديان مختلفة. نعم. فالناس بيقول يعني هذا شيء، لأن الكلام الكلمات في الأغنية بتاعنا ليس فقط يعني كلمات إسلامية. نعم. أيضا هناك كلمات يعني دينية لكافة الأديان وكافة الشعوب. نعم. فالناس كثير من الناس غير مسلمين وغير مسلم يعني يحبون هذه النيتف دين. نيتف دين. نعم. أليستر باسكي، الرسالة من نيتف دين ووجودها في فلسطين للمرة الثانية، أنتم كقنصلية الأمريكية تدعمون أنه يكون هناك، وكما ذكرت قبل قليل أتسامح، يعني رسالتكم أنتم في القنصلية الأمريكية من وراء مجيء نيتف دين إلى فلسطين؟ نعم. يعني كما ذكرنا في خطابه اللي ألقاه في القاهرة الرئيس أوباما، يعني حكى عن عدة نقاط مفصلة، بس الرسالة الرئيسية كان إنه لازم نكثف مع بعض جهودنا المشتركة لبناء جسور متعززة بين ثقافتين الإسلامي والأمريكي. بس بعد الخطاب أنا فكرت شوي عن كلام الرئيس، وأنا فكرت هل هذا مزبوط؟ هل هذا مزبوط ثقافتين؟ يعني عشان في بس الثقافة الإسلامية والثقافة الأمريكية وبس، وفي يمكن اختلاط بينهم. عشان في أمريكا في أمريكان مسلمين، فممكن نقول إنه في شيء في ثقافة ثالثة، ثقافة إسلامية أمريكية وأمريكية إسلامية، ونيتف دين هم ممثلين هاي الثقافة. إنه كيف الواحد حدا مسلم مؤمن يمارس ديانته معتقداته في أمريكا، وفي نفس الوقت يكون مواطن أمريكي يشارك تماما في المجتمع الأمريكي، وما فيش تناقض بل في إيقاع. نعم. بين هدول بين الدين الإسلامي والمجتمع الأمريكي. طب بالأمس كان لكم احتفال كما ذكرتوا بالقدس، خلينا نتابع شوي من الصور ونستكمل حديثنا عشان نعرف البرنامج شو حيكون في الضفة الغربية. We'll be right back.
إذن هذا كان جزء من حفلة ناتف دين بالحكواتي يوم أمس. أليستر باسكي، يعني سؤال قبل ما نعود لعبد الملك أحمد، ذكرت بأنه الخطاب في القاهرة هو الدافع وراء كل هذه النشاطات لكم في القنصلية الأمريكية، هل شعرتم بحواجز معينة في تنفيذ هكذا خطط يعني للتشبيك مع الشعوب المختلفة؟ نتحدث عن الشعب الفلسطيني الآن. لا، في يعني دائما في هواجز، في صعوبات في يعني تنفيذ هدفنا وتنفيذ يعني في اتمام هاي الزيارات مثل هاي. كما قلت انه في بعض الناس في بعض الاطراف هون وفي امريكا اللي بفكروا انه في تناقض اساسي بين امريكا والاسلام. يعني unfortunately يعني انتوا مهمتكم بالقنصلية الامريكيه تقريب وجهه النظر ما بين الموجودين بامريكا والموجودين هنا. ايوه لو تخبي الوش الاسلامي الامريكي انه في ممكن الاثنين يعيشان مع بعض، وانه نعم كما قال الاخ يعني عبد الملك لسه في بعض المشاكل، كل اقليه تواجه المشاكل في اي بلد اي مجتمع، بس صحيح. المهم انه في تواصل مستمر من خلال الفرق زي ناتف دين اللي بيخبروا الناس اللي ما بعرفوش إشي في أمريكا عن الإسلام، عن الإسلام وعن شو إيش هو يعني الإسلام الحقيقي. حتى هذه اللحظة يعني هلا حسيتم إنه في تقدم، عم تنجحوا في هذا الموضوع؟ نعم، أنا يعني أنا متفائل في هذا الموضوع، بس أنا في نفسي بشعر انه في تقدم. انا عشت اكثر من 13 سنه في الشرق الاوسط، ودائما بشعر انه في تقدم، في تقارب بين الشعبين الامريكي والاسلام العربي بشكل عام. يعني. طب لو تحدثنا عن برنامجكم، القنصليه رتبت لناتف دين، الى متى ستبقى ناتف دين في فلسطين؟ يعني الفتره اللي مسموح لها تضل فيها هون حسب الترتيبات. بس سوء الحظ لهم بس اليوم وبكره اليوم ومسافرين بعد ذلك الى امريكا الى اهاليهم في امريكا فبس نكمل اليوم بالخليل، والعرض الكبير في الهلال الاحمر الساعه 6 ان شاء الله مساء هاي المساء، وبكره في جامعه النجاح نابلس ومخيم العسكر، وبعدين في السلفيت ان شاء الله. ان شاء الله هذا البرنامج يعني هم كله. ايام قليله لكن مكثف على ما يبدو. متعب عليك يا عبد الملك. يعني عبد الملك ايوه اخيرا رسالتك يعني نعم الرساله يعني للناس للناس الجمهور ان يعني تكون احسن اقرب الى الله واحسن للناس أحسن خلقا للناس أيضا، ويعني تكون والتعليم أيضا نريد أن الناس مسلم وغير مسلم يتعلمون أكثر عن دين الإسلام. عن الإسلام. عندما تعود إلى أمريكا في خلال يومين ماذا ستقول عن الشعب الفلسطيني؟ نعم نحب الناس الفلسطينيين، ويعني هذا يعني زيارتين. This is the second. زيارة ثانية. زيارتين وكل نحن نشعر بالسعادة، وإن شاء الله ندعو دائما للسلام إن شاء الله لفلسطين إن شاء الله. إحنا في فلسطين أيضا نتمنى لك كل التوفيق عبد الملك أحمد من فرقة ناتف دين. شكرا. نتمنى الزيارة الجاية تكون أطول وتشمل كل محافظاتنا حتى غزة إن شاء الله. طبعا الشكر لحضرتك سيد أليستر باسكي مدير البيت الأبيض للقنصلية الأمريكية. البيت الأبيض. أذكر إشي عن غزة. الليلة إن شاء الله. مبروك. راح نحاول إشي جديد تكنولوجيا. راح نبث العرض من رام الله للشعب قطاع غزة مباشرا عبر الإنترنت. اليوم. اليوم الليلة الساعة 6 يعني ستة. في احتفال الهلال. في احتفال الهلال. إذا الشعب مواطننا في غزة مدعوون للتواصل مع ناتف دين هذا المساء في بث حي ومباشر. شكرا جزيلا لك مدير البيت الأمريكي وليس الأبيض. شكرا لك. إلى المحطة الأخيرة.